بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لقناة منتدى تراث فاس على مواكبتها لمختلف الأنشطة الثقافية والفكرية بمدينة فاس. ونحن اليوم في يوم الجمعة المباركة نعيش أجواء استطلاعية، أجواء فنية رائعة مرتبطة بافتتاح المهرجان 13 لفن الملحون الذي لعبت على تنظيمه الجماعة الحضرية برئاسة الأخ حميد شباط، والتي تدخل في إطار الأنشطة المتعددة ذات البعد الوطني أو الدولي. ومهرجاننا اليوم بالإضافة إلى التوابت التي يحملها، وهو دعوة مجموعة من الفرق الأصيلة القوية من الجنوب أرفود ومن مراكش ومكناس وفاس، هناك مجموعة أخرى صاعدة التي ستعمل إن شاء الله على أن تأخذ موقعها في مجال هذا الفن حتى يبقى مستمرا متواصلا بإذن الله. المهرجان كذلك عمق الجانب الفكري، فهناك بالإضافة إلى الندوة العادية التي يقدمها المهرجان، هناك ندوة رائعة بشراكة مع المجتمع المدني وهي منتدى تراث فاس. هذا المنتدى الذي يعمل بديناميكية وبطموح متزايد من أجل أن يثبت ذاته خصوصا في هذا المجال التراثي. وبالإضافة إلى ذلك هناك المسرح، والمسرح هو العملة الوجه الآخر للملحون، فدائما الملحون يستمد أصوله من المسرح، والمسرح يستمد كذلك من الملحون. وهناك بالإضافة إلى السهرة الكبرى التي ستكون فيها نوع من المنافسة الرائعة بين فطاحل هذا الفن، وأن هذه باقة جميلة متنوعة الألوان متنوعة النسائم نهديها إلى مدينة فاس وسكانها الأعزاء وزوارها الأكرمين.